تحياتنا لكم مشاهدينا، ومن بعد ما شفنا التقرير رح نروح هلا لضيفنا اللي صار موجود معنا اليوم من ميسان. معنا استاذ رياضيات قدر يحصل على الدرع الفضي من يوتيوب على الفيديوهات اللي عم بسويها. طبعا هاي الفيديوهات هي خاصه بدروس الرياضيات لانه عم بيطرح الماده بشكل مبسط وحلو وكمان شيق. اليوم رح يكون ويانا الاستاذ علي جواد، رح نرحب به ونعرف منه اكثر تفاصيل عن هذا الموضوع. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا، صباح النور. اهلا، تحياتنا لك طبعا استاذ علي. استاذ علي، اليوم يمكن احنا عم نحكي عن اسلوب خاص وبصمه خاصه انت قدرت تطرحها بالفيديوهات تبعتك وبطريقتك العفويه وطريقتك الخاصه لحتى توصل محتوى قاعد عم بتسويه بدروس الرياضيات اللي احنا يمكن كانت اصعب شيء بالنسبه لنا بكل ايام الدراسه. فخلينا نحكي شوي يعني كيف قدرت انك تعمل هاي الفيديوهات وكيف طلعت معك الفكره. طيب، تحيه طيبه مره ثانيه وصباح النور عليكم وعلى جميع المشاهدين. طبعا بالبدايه كانت الطريقه عفويه وابتدائيه، بدات بها عن طريق بث اول فيديو الي، وهذه الطريقه كانت بطريقه مثل ما يقول مدموجة باللهجة العامية، بالمثال الواقعي، بالأمثلة من محيط التلميذ. أحاول أدمج القوانين الرياضيات، أحاول أبسط الفكرة للتلميذ بأبسط ما يكون بالواقع اللي يعيش به، أربط الرياضيات بمثال من واقعه، بشيء من حياته اليومية، يعني أربط في الموضوع بنكتة ربما في شيء فكاهي يتذكره. فبهاي الطريقة استطعت أن أصل بالمادة إلى أذهان التلاميذ. تعرفون هي مادة الرياضيات هي من أصعب صحيح. المواد، وخاصة بالابتدائية، وخاصة المنهج المطور بعد ما تم تبديله. نعم. يعني لغة معقدة تحتاج في التبسيط، إذا نحكي إحنا بالقوانين ونحكي بالمصطلحات العلمية وإحنا عندنا تعليم إلكتروني، ما راح نوصل إلى نتيجة، ما راح نوصل إلى فكرة معينة، ما راح نوصل للغاية. بس الحمد لله وشكر من حاولت أصل يعني مثل ما يقول لغة الدمج بين اللغة العامية العراقية مع المصطلحات، يعني أحاول أبسط هذه الأمور كلها للتلميذ من واقعه. يعني الحمد لله وشكر وصلت إلى نتيجة مرضية الحمد لله. الحمد لله. حلو، الحمد لله. طيب أستاذ علي، يعني رحب بك مرة أخرى. أو إحنا نعرف أنه فترة التعليم عن بعد هي فترة صعبة جدا للطلاب على جميع الأصعدة. فهل اليوم نشوف انه التعليم الالكتروني والطريقه اللي حضرتك تحاول تتبعها ولنا نشوف انها حققت نجاحات ملموسه، هل هذا اليوم ممكن تكفي وتوفي عن وجود الاستاذ او المدرس يكون بالقرب، سواء يعني بالمدرسه او في البيت او في اي مكان كان؟ نعم، طبعا لا شيء يعوض عن وجود المعلم في الصف. نعم. ابدا، لا تعليم الكتروني ولا غيره، لا بث مباشر، لا يوتيوب، لا، ماكو شيء يعوض عن التعليم الحضوري بالمدرسه، ولكن هذا ظرف استثنائي يعني للبلد وللعالم بصوره عامه، فلازم احنا يعني مثل ما يقول نواكب الاحداث. لازم احنا نحاول ان بالممكن ان نستطيع ان نوصل بنتيجه مرضيه، نكون بنتيجه مرضيه على مود نوصل الماده، يعني حضر وتعليم الكتروني وتعليم عن بعد، يعني هو هذا الخيار الامثل الانسب انه اللي هو التعليم الالكتروني، ويعني بالممكن نستطيع ان نحصل على اجابات مرضيه، نتائج مرضيه، والحمد لله وشكر. انا بالنسبه لي ولقناتي وصلت الى حد من الرضا مثل ما يقول، اديت الامانه مثل ما يقول، لان هاي واجبنا وامانتنا. يعني عدي يعني من خلال التعليقات اللي جات توصل، من خلال المتابعات، من خلال تواصل الاهالي او التلاميذ معي، يعني عرفت بان طريقتي ناجحه، عرفت بان الشيء اللي يقدمه هو في خدمه الناس وواصل بالشكل الصحيح، واستفادوا من عنده وجاي يحققون نتائج مرضيه والحمد لله والشكر. نعم. طيب استاذ علي، احنا بنعرف كمان يعني انه اغلب الطلاب ما بحبوا الرياضيات،
وانا ما بحبوا العربي كمان، ما بحبوا الرياضيات ابدا. ولكن مثل ما بنعرف انه في طلاب بالعاده يعني بتلاقي عندهم، في طلاب بيحفظوا ما بيفهموا، في طلاب فهم مش حفظ، في طلاب عندهم واحد زائد واحد يساوي اثنين، في طلاب لا، اذا بجيبتك تفاحه وبايدك تفاح وحطيتهم جنب بعض هدول تفاحتين. ففي كثير ناس يعني الطلاب بيختلف عندهم طريقه فهم الامور، وانت حسيتك جمعت ما بين كل هاي المواضيع مع بعض بقناتك، كيف قدرت تعمل هذا الشيء وكيف قدرت تفهم انه الطلاب عندهم هاي الامور كل واحد بيختلف فيها؟ نعم، هاي الواحد زاد واحد كحفظ بدون فهم هاي ما عندي. انا استطعت الحمد لله وشكر من خلال تدريسي، من خلال العشر سنوات اللي مضيتها بالتعليم، يعني دمجت من واقع التلميذ، يعني انزل الى مستوى التلميذ، يعني انطي مثال من واقعه من حياته اللي يعيشها، بحيث هذا المثال يذكره بالرياضيات. وكثير كثير يعني اذا اقول مو مئات، عشرات التعليقات او مئات التعليقات اللي جاي توصلني عن طريق التعليقات اليوتيوب، بين انا كنت اضعف واحد بالرياضيات، والان الحمد لله بفضلك صرت افضل واحد بالرياضيات. الحمد لله. كنت اخذ كله 30 والان كله 100. كنت ما احب الرياضيات، وكذلك التعليقات من الاهالي جاي يدعمونا وجاي يواصلوني انا بطريقتي اللي اوصل بها الماده، والحمد لله جاي ابنائهم يستفادون من عندي من خلال البساطه، يعني ما اتكلم باللغه الفصحى، لا ادمج، احط قانون من انا ومثال من واقع التلميذ، اقول اتذكر هذا الشيء وربطه بهذا المثال. شنو رايك؟ انت فكر لي. من يبدا التلميذ يفكر ويستذكر ويعرف الاجابه مالته من خلال يعني ما يعيشه، لا هذا اكيد اكيد راح يحب الرياضيات واكيد راح ينجح واكيد راح يتفوق. اكيد. حلو، ان شاء الله يا رب. طيب احنا اليوم نشوف يمكن بالعراق بالذات استاذ علي، مو الجميع متوفره عنده الادوات اللي تمكنه انه يكون يقدر يتواصل على موضوع التعليم عن بعد، وعلى انه يوصل منصات مثل اليوتيوب وغيرها. صحيح. لانه ايضا حتى ممكن نواجه مشكله ثانيه وهي الانترنت وما الى ذلك، فشلون الطلاب في هذه الحاله يقدرون ان يتعايشون مع هذه المعوقات بنفس الوقت ما يخلوها تاثر على مستواهم التعليمي ويبقون يتقدمون ويقدمون كل ما عندهم؟ نعم، بالنسبة للإمكانيات اللي أول مرة اللي عند النوب اللي عند المتلقي اللي هو التلميذ، إمكانياتي كلها يعني خاصة بي، يعني أنا اللي يعني بدون دعم، يعني إمكانياتي الخاصة ومن قدرات الخاصة مثل ما أقول، اللي هي من خلال تجربتي وخبرتي ببرامج التصميم البريمير الفوتوشوب، من خلال التصوير اعتمد على كاميرتي مع الموبايل في التصوير. حلو. اعتمد اما عن طريق البيت عن طريق البورد والاوراق والقلم اصور به الدرس، اما في المدرسه البورد مالت المدرسه اقدم به الدرس، اقوم بالتصوير انا وحدي واقوم بمونتاج هذا الفيديو انا وحدي واقوم بارساله وبثه انا وحدي، ويعني بامكانيات محدوده بسيطه. نعم. استطعت ان اقدم. ولكن بالنسبه للتلميذ، بالنسبه للمتلقي، نعم نعاني، وخاصة المدارس الريفية تعاني من يعني ما نقول ضعف الانترنت، اللي هو إذا موجود عند انترنت فما يكون عنده ضعف، يعني نعاني احنا من التلاميذ اللي ما عندهم أصلا هواتف نقالة وذكية، يعني إذا هو عنده انترنت أكيد عنده راح يكون عنده فيديوهات ويقدر يشوف، لأن الانترنت إذا موجود التلفونات. نعم. فبهاي الحالة احنا نعاني، ولكن مو سبب رئيسي لعدم تلقي التلميذ او فهمه للمادة. ما اعتبر الضعف الانترنت ولا عدم وجود الهاتف الضعف الرئيسي او النقطة الرئيسية. انا برأيي شخصيا الشغلة الرئيسية او الامر الرئيسي لعدم، ما اقول عدم فشل التعليم الالكتروني، بل عدم نجاحه بالصورة الصحيحة، هو عدم مراعاة الاهل لابنائهم في التعليم الالكتروني. نعرف الأب والأم هم الدافع الرئيسي والمقوم الرئيسي للعملية التربوية الإلكترونية بصراحة، يعني إذا الأب والأم ما يوقف ويا أبنائه. صحيح. ويعلمه ويقول له شوف هذا الفيديو لهذا الأستاذ، اتعلم من عنده، ما يعجبك شوف غيره، لأن نعرف اليوم اليوتيوب الآن بس تكتب اليوتيوب اسم الموضوع راح يطلع لك فد عشرات المعلمين أو المدرسين يعلمك الموضوع، ما يعجبك هذا تشوف هذا طريقته صعبه هذا سهله ممكن، بس تكون اكو دافع، يعني اكو ترغيب من الاهل، حافز من الاهل للتلميذ. احنا كان التلميذ بالصف واحنا كسه عن نبهه وكسه عن طالبه بواجب، صحيح. وانا موجود فوقه
ويسمعني واسمعه لو توصل الماده لو ما توصل. الان شلون بالانترنت؟ صحيح. يعني قلت لك اذا صار اكو دافع وواهس مثل ما يقول ورغبه من الاهالي ووقفوا ويا ابنائهم في من اجل التعليم، لا انا اقول راح يضمن الى التعليم والتفوق والنجاح. بس نعم. اذا كان تلميذ يعني مثلا ما اقول ما عنده هاتف او ما عنده انترنت او عنده انترنت، والاغلب انا اعتبرها 70% عندهم هواتف وعندهم نقالات وعندهم وقت بس ما يتعلمون، يحتون ببرامج ثانيه، يروحون الالعاب ربما، يروحون الغير برامج ما نعم. يتعلمون. وهذا سببها الاهل. انا اعتبر 100% هم العامل الرئيسي، عوف ضعف الانترنت، عوف الهواتف، عوف الفقر، عوف اهم شيء الاهل. الاهل اذا وقفوا ويا ابنائهم وحفزوهم على الدراسه والتعليم وقال لهم شوف هذا، اعطوهم الكتاب والورقه والقلم وقال له شوف هذا المعلم شلون يشرح، البس هيدفون، تعال باوع، حلي، اسمع من عده، نبغى نعطيك مثال. يعني هذا التشجيع يما ماي عصير كذا وتخليه غرفه بواحده، يعني مو يلتهي بوب جي، يلتهي بمايكرافت وغيره وغيره، لا اكيد هذا ما راح نوصل للغايه ونوصل للهدف. اكيد يعني يمكن هاي رساله نوجهها اليوم للاهل انه يعني ما يفقدوا الامل كمان باولادهم بالتعليم الالكتروني، لانه يمكن هم عم بيعانوا بهذا الموضوع ايضا، وعم بحسوا انه دائما عم بيطالبوا اطفالهم بانهم يدرسوا، انهم يقعدوا قدام الكمبيوتر، انهم يخلصوا واجباتهم، ولكن للاسف صايرين الاطفال متمردين بطريقه مو عاديه. ولكن ايضا الاهل اكيد دورهم كثير كبير بهالموضوع، بنعتمد عليهم، لانه ايام المدرسه وايام ما كانوا الاهالي يودوا الاطفال للمدرسه كانوا يعتمدوا على الاستاذ اللي كان يراقب الطفل داخل غرفه الصف مع يعني اقرانه، ولكن بعدم وجود الاستاذ معاه بنفس الغرفه اكيد بصعب هذا الموضوع، وهذا دور كبير للاهل. طيب خلينا نحكي، يمكن انت قبل شوي ذكرت شغله انك انت عم بتصور بتصور بامكانيات بسيطه، وايضا بتطلع بافكار يعني دائما، ودائما مثل ما بنعرف اللي ببلش يعني بمستوى عالي لازم يستمر على هذا المستوى او يعلى عنه مش ينزل فيه. فاكيد انت عم بتواجه هذه التحديات ايضا. وايضا لما ذكرت انك عم بتصور بطرق بسيطه وبامكانيات بسيطه، وذكرتها بطريقه كانه الموضوع جدا سهل، وانا متاكده انه في صعوبات عم بتواجهك بهذا الموضوع، فيا ريت تحكي لنا عنها. يعني اكيد ما في صعوبات، يعني لو يعني احد التلاميذ موجودين يعني شرح لك الموضوع كيف صار. نعم الوسائل عندي بسيطه، الكاميرا هو كاميرا الهاتف مالتي، المونتاج في حاسبتي الشخصيه، بسبب خبرتي بالسوشيال ميديا وكذا نعم. بالبرامج للتواصل استطعت انشئ يعني اقدر اسميها منصه الكترونيه تعليميه خاصه بي، موجوده في برامج الفايبر، التليجرام، يعني الفايبر 7000 مشترك من العوائل والاهالي، كذلك التليجرام تقريبا 10000 متابع، الفيسبوك اكثر من 15000، اليوتيوب تقريبا وصلت اليوم يمكن 147,000، يعني هاي اعداد لي يعني اذا نجمعهم ربما نوصل الى ال 200,000 متابع من مختلف محافظات العراق جاي يستفادون من عندي. يعني مثل حتى لو كانت طرق او بوسائل ابتدائيه أكيد. بس انا جاي اطور شوي شوي، قبل بدون نيك مايك، الان مع نيك مايك، قبل كانت الالوان كذا، يعني يعني في تطور ان شاء الله أكيد. وجاي نحصل ثمره، وهي الثمره هاي تخدم ابنائنا التلاميذ. حلو كثير ان شاء الله يا رب. كل التوفيق لك استاذ علي، بصراحه سعيدين لوجودك ويانا وسعيدين بالرساله الرائعه اللي تقدمها، فنتمنى لك المزيد والمزيد من التفوق، وان شاء الله ايضا التفوق لكل التلاميذ اللي خاصين بحضرتك. شكرا لك.